كنتك تلعب معنا سهله عم ترقص مع واحد تاني. فاتي عيب هالحكي، شو هي طلعت سهله وغيره؟ عادي رفيقه، شو هالشغله هي؟ رفيق شو هاد؟ بوجود مراد. ايه مراد عم يرقص مع غيره، هدول عم بيجاكروا بعضهم ولا مرتاحين كثير بعلاقتهم؟ انا عم اقول لك يا روحي هدول رح ينفصلوا عن رح يتركوا بعضهم، هدول اكيد اكيد مانن جديين، لو في جديه ما كانوا تصرفوا بهالطريقه المولدنه. تمام فاتي تمام، خلص نسكتي فهمنا، خلصنا. نرمين شايفه كيف اسيل عم ترقص مع شب تاني؟ شايفه اسامه شايفه، ومراد كمان عم بيرقص مع وحده تانية. انا خايف انه يكون صار بيناتهم مشاكل. لا اسامه بعيد الشر، لا تقول هيك، توترت كثير والله. من بعد الصبايا شوي. طبعا ممكن. يا الله ما غلطت. بس انت مع هيك فكري باللي قلت لك اياه. يا شقية انت شو عم تعمل؟ في وحده بتعمل هيك؟ ما لازم ارقص مع غيرك، بس انت بتتغزل بوحده غيري. شو دخل هي بهي؟ ساره والله مقهوره عليك، مشكله اعاقه مخك طاغيه على كل حياتك. قال شو دخل هي بهي؟ مو قدران تربط الحكي؟ الرقص والحكي والبسمه واحد تمام؟ ايه طبعا، انت اكثر واحد بيعرف هالحكي. الرقص هو تمهيد لكل شيء. انت غيرانه؟ غيراني علي؟ وليش بدي غير عليك بقى؟ ليه؟ بحب ذكرك، انت اللي سحبتني من بين احضان عمار من لحظه، لتكون انت اللي غيران علي مراد. غار عليك انت؟ انت؟ ايه انا. وسحبتك من احضان عمار طبيب النسوان هذا لحتى اهلي ما يشوفوكم وينجرفوا ورا افكار تانية. حلوه ترقصي مع واحد مثله يعني؟ حلوه بحقي قدام اهلي. طبعا، وبوجودي انا مو حلوه تروح وتتغزل ببنات غيري، مو هيك؟ حلوة برأيك؟ إذا بتصبر ليلة كمان أحسن. رح أصبر مع أنه الوضع صعب. شو تشربي؟ ليه بتشربه انت؟ معناتها قهوة. تسلا، تعا يا أزعر، تعا تعا. مساء الخير مراد بك. مساء النور حبيبي. حبيبي تعال شوف حبيبي. حبيبي القمر، أهلين وسهلين. اشتقت لك ولا؟ اشتقت لك على فكرة. اشتاق لك وأنا اشتقت له كتير. يعطيك ألف عافية، تصبح على خير. العفو. شكرا. تصبح على خير. ولا أزعر، أنا لمين مشتاق. أخ يا روحي أنت، تعال تعال خليني لعبك شوي. تعال. جوعان انت مو؟ جوعان اكيد. جيب لك مي. حبيبي حبيبي شو حلو بعدك. ييه شو مقرف. شو هالريحه هي؟
العمى لعبت نفسي منه. تعا حبيبي يلا تعا 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 تعا. قديشو حلو، شو هالجمال هاد. تعال. ليش ما بيجي لعندي؟ ما كتير بيحب العالم الغريبة. ايه بيتعود مع الوقت. ولا ازعر، طب لسانك بلا قلة اداب. لك اشتقت لك ولا؟ هلا معقول يكون مراد عشقاني؟ ليش لا؟ بيكون غيران علي هلا. لازم لاقي طريقة زلقه بالحكي. رح شوف إذا رجع على البيت. شكراً لك. ولو الإطلالة بتاخد العقل. كأنك متوتر شوي. لا بنوم. لا تكون أنت عم تبعد عني بسبب المقالة. قلت لك رح أعوض لك ياها مراد. معقول ما سامحتني لهلا؟ ما في شيء لسامحك عليه؟ سامحتني يعني. منحتفل، شو رأيك؟ شو كيف الوضع؟ رواق. ممتاز. هلا انتهى الوقت، الكل يترك من ايده. عم امزح فيكم تكملوا الشيء اللي ناقصكم. وهيك خلصنا. عن جد براسك. حلو كثير. دوق التاكو تبعي شيف. يا سلام، مندوق. طيب كثير ما؟ عن جد طيبة اسيل. برافو. قلت لك الحجر اللي ما بيعجبك بفجك. ايه بفج والله. لازم تنتبهي. شغلي كمان ناجح برأيي. تسنيم؟ حاطة الكوسة بدون تقطيع؟ لا حبيبتي طبعاً قطعته. كيف؟ كتير طيب، برافو. عن جد؟ شكراً. ما توقعتك هيك، ممتاز. شكراً كتير. يعطيك العافية. شيف عثمان، معلش تيجي تدوق التاكو تبعي؟ أكيد. هلا لانه انا يقطع عمره صغيره ومكيونه شفتي كيف كتبت لك اياها؟ يعني كمان هيك بتطلع طيبه مو هيك؟ دوقوا واعطيني رايك، بتضل انت ادرى مني. يعني ما حطيتي حد؟ ما حطيت. مع الاسف هو العنصر الاساسي بهالاكله. اوف هلا اكيد بتطلع اطيب، بس انا ماني مستعده اروح على المشفى. طبعا طعمه طيبه، برافو. شكرا فرحتني كثير. انا بالمناسبه فاشله على الاخر بالمطبخ، بس طريقه شرحك كانت سلسه. طبخت بفضلك انت. بيفرحني هالحكي، عظيم. برأيي هلا خلصنا الوركشوب، كل المشاركين تفضلوا على البار، في عنا ضيافة هنيك اصلا. تعالوا شوفوا وتعلموا مني، حضرت لكم كل شيء، شلون كان الدرس؟ بياخذ العقل. شي بشهي. إلا كان. رائع. بظن ما حدا بالكون بيحضر بار مثلي. عن جد أنا موهوب كثير. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، الشباب على اليمين، بس يخلصوا البنات بتقربوا أنتوا. أهلا وسهلا. شو رأيكم يا صبايا؟ طيبة كثير. معلم؟ رأي الصبايا هو الأهم. مزبوط كلامك معلم. صحتك شيف. شو في جوات هالشط؟ سألتيني شو في؟ في نكهات كثيرة، يعني استعملت أكثر من شيء طبعاً، بس ما فيني أقولهم، ليش؟ لأنه الطعم الطاغي هو الفليفلة، عرفتي؟ كيف؟ حلو، حاطط فليفلة حدة بالكوكتيل؟ في جواته فليفلة حدة، حبت ترتاح من كثر ما أنا حدة، شو مفكرة لك؟ شو هالمصيبة ولي؟ شو صار معي؟ في مشكلة غرام؟ لا صراحة أنا عندي حساسية من الفليفلة الحدة. أنا لازم أروح على المستشفى فوراً. بلشت تتعب، لازم نروح على المستشفى فوراً. إذا ضاق نفسك روحي، خذوه على المستشفى حرام. طيب أي حدا عنده حساسية يروح بيرتاح.
تسنيم، أنا بقدر ساعدكم بشي؟ لا حياتي، أنا رح أخذها. أبعت حدا يوصلكم على المشفى؟ خلينا ناخذ تاكسي من هون بسرعة. طمنوني أكيد. ها تمام، هي تاكسي واقف هني. تمام، ولا يهمك. ايه هيك لكان شرفوا. أسيل حبيبتي، لك اسمعيني شو بدي. نورتونا. ان شاء الله مبسوط. يسرى خانو مزبونه خاصه ومهمه كتير بالنسبه لنا. لهيك شو منعمل يا حلوه انتي؟ ما منقول ما في طاوله فورا مندبر لها محل ومنضحك بوشها. معلش انتي شو بيعرفك؟ معك بتتعلمي حياتي. مرام انتي ما فهمتيني على الاغلب. انا بعامل حسب المعامله بالضبط، ما رح غض نظر عن قله الاحترام. ما حدا بيجبرني على هالشي. اكيد معك حق، بس بتعرفي شو سبب هالتصرفات؟ مراد بيك، لانه هو عاطيهم وش وبيضلوا بيروحوا وبيجوا لعنا عن جد بلا ذوق. ما علينا، انا ماشيه شوفك. مهونه حبيبتي. شو رجعت لكم؟ اوكي. شو حقير، يعني مو معقولة دقيقتين امت عيوني عنه، دقيقتين بس فوراً فات هو وياب. شو عم تحكي مع حالك؟ تليفوني عم قولي يعني دقيقتين امت عيوني عنه بيضيع فوراً. ما بعرف وين بيروح. لا تقلقي، وين بده يروح التليفون؟ معقول يختفي يعني؟ ما بيروح محل. طالعة؟ طالعة. انت شو رح تعمل؟ رح تضل؟ ماني متأكد يعني، مالي عارفان ضل ولا امشي. شو بتحب اعمل؟ شو اعمل يا ترى؟ فعلا انا هذا اللي عم قوله. مرادو يلا ناطرينك هون، رح صور ستوري. بدها تصور ستوري؟ امشي خلينا نروح نصور ستوري. ايه لا تنسي شغلي، انا صاحب محل ولازم ساير الكل بيحبوا حكي وفزلكتي ومنظري، بيحبوني يعني. بس كأنه هالطلب ما له علاقة بالمسايرة أبدا، يعني بالنهاية كمان أنت إنسان تتعب والمفروض أنه تريح. تعرف شو اللي لازم تعمله؟ تطلع معي. يلا اطلع. قلتك اطلع؟ والله لا تطلع أحسن لك. بابلو أنا رح روح. لا مراد بيك ما تطلع، يعني عندك الضيوف مو حلوة بحقك. أنت غطي علي. مالي تمام، معناتها روح. طيب بالمناسبة تليفوني مو هون، رح جيبه من المكتب. يلا ما بطول عليكي، جيبه ركض وتعال من ورا الطاولة. ليش هيك أخذتي معك؟ أنت قرب، يعني كان لازم قربت. حياتي قال بكرة المساء رح يجي جروب كتير مهم، مزبوط ولا مو مزبوط؟ لا أبداً، أنا ما حدا خبرني شيء. بس أنا هيك خبرني، متأكد؟ لا لو في هيك شيء كانوا خبروني فوراً، أنا الكل بالكل. نطلع؟ إيه منطلع، منرجع منحكي. ماشي قدامي يلا يلا. الله الله. يلا يلا. يا مساء الخير. مساء الخير حيدر. لوين يا مهوين؟ لفوق ما هيك؟ وأنا طالع لفوق أعمل جولة على الأسطوح، يعني طريقنا واحد، بس أنا لآخر الخط. حيدر أنا معتبرك كتير كوميدي. هذا وسام أضعه على صدري. شو مشان خفت دمك؟ يعني أنا برأيي تعمل لك شي برنامج. للصراحة ما فيني أقول ما فكرت. أنا برأيي تسقل موهبتك. يعني في تعليم لهيك قصص؟ بتلاقي. والله يعني دوي؟ بتلاقي. والله هو الكل هيك عم بيقلي. يعني كل محيطي بيقولولي إني بضحك كتير، أي قاعدة بكون موجود فيها بفرطوا من الضحك. والله جد. كبستلك شو؟ درب منيح. ايه مراد بيك. وينو حيدر؟ ما شفته ابدا. معناها شوفك يعني تصبح على خير. شوفك يعني ليكي شو بدي قلك. قولي لأهلك من هلأ مشان بكرة بلالنا المشاكل. تمام. رح قول لأهلي معناها يكون عندهم خبر بلا المشاكل. بعدين أنا ما بدي يزعجونا. حاكيهم. تمام يلا تصبح على خير. رح خبرهم لأهلي. لا تنسي
أكيد محضر لي مفاجأة. أسير خانو؟ أي نعم. تفضلي من هون. نورتي. شكرا كثير. مفاجأة. انتو شو عم يا روحي؟ يا روحي انت قليلي، عجبتك المفاجأة؟ تعي يا روحي لعندي. عن جد أنا كتير متفاجأة أمي. كل سنة وانت سالمة يا روحي انت. يا حبيبتي طالعة بتجنن. حبيبتي بتجنني. كل عام وانت بخير. ماما شكرا كتير، بس انتو معذبين حالكن هيك. لا يا روحي أنا ما عملت شي. انتي لازم تتشكري عمار، هو اللي رتب كل شي الله يسلمه. كل عام وانت بخير أسيل. شكرا كتير عمار، كلك ذوق، بس عن جد ما كان في إله لزوم. سنة خير عليكي، انتي ما بتستاهلي إلا كل شي حلو بهالحياة. طمني لقيته؟ ايه لقيته، بأوتيل لالو. ما في داعي لهالشي. أسيل هي شغلة صغيرة مو من قيمتك. حفلة عيد الميلاد؟ وائل بيك موجود؟ عفوا مين حضرتك؟ خلاص أنا بلاقي. هات من إيدك حبيبي هات. فيني لبسك يا؟ كل عام وانت بخير. مراد استنى. وين طالع مثل التور الهايج هيك؟ خليني اشرح لك عن وضعي. معدتي تشنجت، لو معك شي حبايه او مرخي عضلي، لانه عن جد وضعي صعب وما حلو اطلع قدام العالم بهالشكل. تعال هلا تعال تعال. طيب بتحب تقعد؟ كانه موضوع القعده ما بيواتيني. شو رايك نروح لهنيك ونشم هوا نظيف؟ يبدو الجرافه خنقتني. بتطير العقل يا روحي انت، عقبال ما اشوفك عروس بتجنني. لا بقلك. لؤي نحن كأنه في عنا ضيف ماله معزوم، ما هيك؟
بس لازم أقول لك شغلة مهمة مراد. تأخرت. تعرف شو السبب؟ لأنه البنت الحلوة أخذ الشاب اللي بيستاهل يكون معه. طيب والبنت الحلوة عندها خبر؟ لا تقول يا مراد، تفرج. لو ما عندها خبر هي ليش لحتى تكون معنا؟ ما؟ حتى هي وجاية لهون همست لي بإذني وقالت لي شكرا كتير يا دكتور عمار لأنك عيشني هذا اليوم الحلو بإذني هي. شو بدك بهذا الحكي هلا؟ في شيء أهم، أنا عم حس إنه عندي شكة بين ضلوعي، يا ريت تنقلوني على الدكتور فورا. لو أي أنا الدكتور، أنت استنى هون. ما رح أقدر أسكت وما أقول لك هالكلام. ليك أنا بلحظة شكيت فعلا إذا أسيل حاسة بشي تجاهك عن جد، بس للأسف طلعت خايف على الفاضي. بالنهاية أنت طلعت مجرد موظف ووصلت لغايتها وزيادة، برافو. وشو الوظيفة؟ ببساطة استغلتك لأنك نسونجي، فهمت؟ يعني هي كانت حابة تعرف الفرق بين الرجل الخطأ والرجل الصح، ولما عرفت اختارتني. يعني محلاها ما تختارني. عمار شو هذا اللي سويته؟ فرجيني. أنا منيح ما فيني شيء. ليش سويتوا هيك؟ انتوا بتعرفوا انه ماني حاسه شي تجاه عمار، شلون بترتبوا هيك قصه؟ شلون بتخبوا عني هيك شي؟ حبيبتي نحن فكرنا رح تكوني فرحانه. برايكم انا فرحانه؟ انا عندي بالمطعم ما هيك بسوي، بسوي افضل كثير. شو صاير لشفتك دكتور عمار؟ ما في شي، خبطت بالباب. بصراحه الحق علي، وانا طالع فتحت الباب ام ضربت بوكس بالباب على وشه. أسيل طيبين بس مو مثلنا. فضل يا أخي ليه بنعملهم أطيب؟ الطوق طالع بيطير العقل، نور وشك أكتر وأكتر. أنا ما فيني أقبل هالهدية منك. شو الموضوع ما عجبك يعني؟ حلو كتير عن جد، ومفاجأتك بتجنن كمان. بس أنا ما بستاهل اللي عم تساوي. ما انتبهت أني عطيتك كل هالأمل، بعتذر منك، ما كنت بقصد هالشي. الأحسن هلأ أني روح. آسفة. يعني بالمختصر أسيل ما كان عندها خبر عن أي شيء، كانت مفكرة أنه عشاء عادي، نحن عملنا لها مفاجأة. مراد تعرف أسيل شو عملت بعد ما أنت مشيت؟ رجعت الطوق الغالي يلي هداها يا عمار، وهالحركة اندلت على شيء بتدل أنه هي بنت عظيمة. عم حاول اتصل فيها وابعت لها مسجات بس ما عم ترد على تليفوناتي ولا على تليفونات لميس. انت اتصلت شي؟ مراد انت شو قلت لها لحتى حملت حالها وسافرت على بورصة فجأة هيك؟ جمال الدرامية كلها انفصامات، وانا خبصت كتير بالحكي كمان. معناها كل شي كان غير محسوب، وقلت انك ما بتحبها وانك ما بدك تشوفها حتى. هذا جزء بسيط. انا رايح. لوين؟ لوين برأيك؟ عبورصة؟ ايه طيب منروح معك. خطأ جسيم. ليك مراد خبرنا اخبار حلوة. ايه ها؟ ها لوين رايح؟ ليك وانا رايح لعند اسيل. اها صح اللي سمعته؟ ايه ايه خلص يحلوها ويريحونا بقى. كتير منيح. ايه وانتو ليش تأخرتوا بالله؟ أسيل؟ أي حبيبتي. وين خالته نيرمين؟ راحت على السوق. ليش؟ لأنه عملت المربى، قلت مشان تدق لي إياه وتشوف لي سماكته إذا كانت منيحة.
أنا بدي أقلك ياهم. إيه بصير. أسيل مرحبا. عمار ايه شو هالمفاجآت هي؟ عمار كأنك بتحب تعمل أشياء غير متوقعة؟ لا والطرف الثاني أمره ما بيهمك بنوب، أساساً لو بيهمك ما بتعمل هيك. أسيل، ليكي معك حق تكوني معصبة، وفيك تقولي أي شيء بيخطر على بالك، عن جد ما رح أزعل، لأنه أنا ندمان على اللي عملته معك. ليكي عم قلك هذا الحكي من كل قلبي، أنا أسيل بصراحة أنا معجب فيك كتير، حتى اللي جواتي أكثر من الإعجاب. وهذا الإحساس ما حسيته إلا لما تعرفت عليك، ولهيك كان تصرفي معك بطريقة كتير غبية، يعني ما عاد قدرت فكر بأي شيء إلا فيك، وما عاد قدرت أضبط حالي وتصرفاتي. كان بدي أعمل أي شيء لحتى أحصل عليك، بس للأسف أنا أخطأت. إيه أخطأت، ولهيك أنا إجيت لأعتذر منك. لو سمحتي اقبلي اعتذاري. عمار ليك أنا ما بدي الموضوع ياخد أكتر من حجمه، طالما ندمان فاعتذارك مقبول، بس في عندي شرط. شرط اللي بدك يا أسيل؟ نحن هاد سقفنا ومستحيل يصير أي شيء تاني بيناتنا. إذا اقتنعت باللي قلته فأكيد رح نكمل صداقتنا، وإذا لا منيح؟ بدي مي، ممكن كاسة مي نسيت. انت شو عم تعمل هون ولا؟ ولا شي، جاي ارفع معنويات أسيل شوي. بس انت شو عم تعمل عندك؟ رح تشحط حب كمان؟ بعرف انه انت كنت عم تكذب، لهيك يلا انقلع من هون ولا؟ اذا في حد رح ينقلع من هون فهو انت مراد، مو انا. مراد؟ مراد شو عم تساوي؟ اتركه، خلصنا. بدي اقلع هالخبيث من هون ابو وشين. مراد بلا حكي فاضي، خلص اترك الزلمه بحاله. بعدين انت شو عم تعمل عندك؟ انا اجيت لهون لاحكي معك، بس بالاول لازم يمشي هالواطي من خلقتي. هلا اصحى لحالك، لسه نشوف. شوفي شو الموضوع بهالمكان، ما في حدا يتخانق. انتوا اثنين لبرا، انتوا اثنين لبرا. يلا بيك. يلا لشوف عمي. بس ثانيه وحده عم تبهب. تمام لا تواخذني. يلا طلعوا. انا يعني هات احمل عنك لبرا او قام. ماشي لبرا. ماشي خلاص طلعوا. يلا اهدوا اهدوا، ما صار شيء. يلا لشوف لبرا لبرا لبرا. عم اقول لك ما بدي اسمع شيء يا عمي اسامة. انت دائما عم تفهمني غلط. ولا كلمه، مو حلو اللي صار قدام الزباين. طيب. اوام بس اوام، بس خليني برر تصرفي. لا تبرر ولا شيء، يلا اطلع اطلع لشوف. يلا نقلع. أسامة بيك أنا بتأسف مرة تانية، ما كان بودي يصير هيك شيء، بس للأسف. يلا طريق السلامي أنتوا اتنين. يلا الله معكم. نعمة ولهون ما بقى بترجع. إيه يلا يلا. ها إيه، وأنت كمان ليش واقف؟ ما تتيسر. عمي أنا في شيء مهم لازم أحكي مع أسيل. ولا كلمة. أسيل فينا نحكي شوي؟ ممكن تمشي لو سمحت، ما في شيء نحكي. لا تكوني بالصورة، ما رح روح لمكان لنحكي. خلص روح، ما عندي شي أقوله. أنا أخذت قراري وما رح يروح لمكان. طيب ماشي على راحتك. شفت شلون هي أسيل ما بدها تحكيك كمان. أي. وأنا كمان ما بدي حكيك أبدا. تيسر من هون حبيبي. يلا لك لا تضل واقف، فرقنا بريحة طيبة أحسن لك. مو معقولة حبيبتي، هالزلمة دبق فيني مثل دبانة الخيل. لزق مو معقولة. يعني مو حلو العناد، مو حلو أبدا. مفكرة حالك عنيدة؟ ايه هلا بتشوفي ست أسيل. وهي قاعدة. مدام هيك القصة معناها أنا كمان بعرف كيف عندك يا ست أسيل. بطول أفيش منيح. تكرمي بدي أعذبكم، حطولي إياه بمكتبي. تكرمي أسير. أيوة أجهزت الصوت، لا تنسون، ما بدي يصير بخصوصهم مشاكل. ما تقلقي القصة عندي. تمام شكراً لألك. العفو واجبي.
سلام. أهلين. إيه شو عملت؟ شو صار معك؟ كله تمام، بتصدقي ولا غلطة، الأمور كلها ماشية تمام. ممتاز. ما علينا، اطلب لي كمان إلي من هذا اللي عم تشربه، متوترة كتير من الشغل وتعبه. غرام الجراثيم بكل مكان، اطلبي منه شو ما بدك. خلص ماشي عمار، بشوفك. بشوفك. عمار، فينا نحكي مع بعض شوي؟ شو نحكي؟ عن الترتيبات، ما تخافي، يعني انت كنتي سادة كتير بآخر حديث، نحن أصدقاء وبس. تمام، معناتها اسمح لي بسلم هاي وبعد شوي برجع. ايه ماشي. حام اسمعك. أسيل، لحتى أكون صريح معك، هذا أفضل ترتيب صار عنا بالجمعية لحد اليوم، لهيك أنا بتشكرك وبحب هنيك كتير. أنا كمان بتشكرك، بس ما تبالغ، عملت شغلي وبس. إيه بس اشتغلتي شغلك كتير منيح، ولهيك إلك عندي عرض مغري. لكن أنت بتعرفي المستشفى عنا كمان بصير عندها هيك مناسبات، إذا بتحبي فيني أبعتلك إياهن، حتى إذا بناسبك التنين. إيه التنين، أنا وأنت وغصون منقعد ومنحكي، شو رأيك؟ يعني بصراحة فكرة حلوة كتير، بتفرح. تمام، اتفقنا معناها، لكن خلينا نحتفل. لو سمحت شو بتحبي تشربي؟ صودا مع ليمون وتلج. صودا مع ليمون وتلج لو سمحت. تكرمي يا خان. شكرا لك. آسف. شو اللي عملته؟ من دون قصدي. كتير بالك تاني مرة. ركود جيب محارم. والله ما كان قصدي يا خان. تمام. ركود جيب محارم. ركود. صار له شيء؟ مو مشكلة عمار، بس موبايلي. ما علينا، رح أطلع على أوضتي بدل ثيابي وبترك هدول هنيك. بس تصبح على خير. لا الخير. عمار بيك؟ كنت كتير منيح. هي تسنيم، حكيتي مع مراد ولا لسه؟ عمار طبعا حكيته، برأيك أنا بروح علي هيك فرصة؟ كان لازم تشوف وشه كيف تلون. تمام، شو قال لك؟ انصدم صدمة عمره، بس ماني شايفته هلأ. إذا أجا لهنيك ما تتفاجأ وخبرني شو بصير معك. يلا باي باي. اشتغل. عمار. أسيل، إن شاء الله ما أكون عم ضايقك. ليكي هذا تليفوني الاحتياطي، خليه معي على طول. تليفونك هلأ بيكون معطل، لهيك خدي هذا التليفون لبين ما تجيبي تليفون تاني. عمار ما في لزوم أبدا، شكرا لألك. متأكدة؟ عم قلك ما قالوا لزوم. مثل ما بدك. تمام، وبرأيي وقفتك وان ما لزوم. مراد، يلا خد تليفونك وأحيط. انت شو عم تعمل هون كمان؟ عفوا، بنسى على طول انه انتوا رفقات مقربين، مو هيك؟ لا انا ماني رفيقه ابدا. انا حبيبه وحبيت اجي اشوفها. اهلين وسهلين، فاجأتني، بس عملت منيح انك اجيت لانه اشتقت لك كثير. وانا اشتقت لك وبالي عندك كمان. بالمناسبة أنا ما كنت بعرف، ألف مبروك. إجباري رح تبارك لنا، وما رح تطول بالوقفة هون، بالنهاية الشاب المظبوط بياخد بنت مظبوطة، ما هيك عمار؟ تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. لا الخير. أنت من وين طلعت؟
ما خلصت لسه يا مراد. أنا بفرجيك. فيني فوت؟ شعل للغالي، شعل للعريس. أحلى نار. هاي نار. بالعادة بتحط صواريخ، ليش هالمرة مختصر؟ يا ريت لو مراد قاعد معنا كنا تسلينا. نعم. عم قول شاركنا انت كمان مراد، خلص قصة الصراصير حليناها شباب. إذا طلع علينا صيت إنه عنا الصراصير ما رح يضل عنا سمعة بين المطاعم. يعني إيه بس؟ مو عم نودع العزوبية؟ لازم نحمي الأجواء شوي، ما هيك شباب؟ موسيقى! برمان، انت ليش عم بتعبي براسنا؟ ولك شو مشكلتك بالضبط؟ انت وقعان على راسك وانت صغير؟ شو مشكلتك؟ ما في لا افريقي ولا غيره. ما في؟ يمكن مخبينه بشي مكان بركي. اسمعني منيح ولك، بديك تطلع من حياتي نهائيا، عم تفهم؟ ليش بدك يعني اطلع من حياتك دكتور؟ بالنهاية انا كنت سبب بزواجك، مزبوط؟ يعني في رابط عضوي بيناتنا، ما هيك؟ ابو ملعون اللي يربطك ايه؟ تاكل؟ اندق الباب معلم، انا رح شوف مين. مين؟ مفاجأة! هذا طلع حيدا، جايكم ضيوف من الجنة، تفضلوا تفضلوا. مين هو لؤي؟ مين؟ مين العريس يا ترى؟ أبو طقم ليكو هنيك. لا طولوا بالكم، عم يكذب عليكم. حاجة تواضع، شوفوا شغلكم. لا 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 لا، طولوا بالكم يا صبايا، بلا بلا ما في داعي للتهور. لا بترجاكم لا. انت شكلك مهذب، افهميني. شو لا ولعوها صبايا، يلا. لا بترجاكي، بلا بترجاكي. ما نطلع لبرا التراس، لا في خطورة على حياتي برا، لا بلاها. ما رح تعب حالي، معنوياتي صارت بالأرض. وأنا كمان. يمكن نحن بالغنا بردة فعلنا، يعني مثلاً ممكن، مو هيك؟ ممكن. وأنا كمان انتزع مرائي كتير، وأنا كمان قلبي ما عاد مرتاح. منروح نشوفه شو عاملين هلا؟ ايه وقت ايه منروح؟ ايه بعد البهدلة بيكونوا قاعدين وحاطين ايدهم على خدهم. يا حرام عن جد زعلتيني. يلا لنشوفه. يلا قوام، يلا. بس دقيقة، شو عم يصير جوا؟ لا شو حقوني؟ يعني هاي الشغلات بدها تفاهم صح؟ شو عم يصير هون؟ لؤي؟ عثمان؟
عن جد ما عم صدق. مو هدول نفسهم اللي كبسوا علينا لأنهم شاكين فينا؟ دخلكم شو اللي عم يصير هون بالضبط؟ مو مثل مفاكرين. الأنسة الفاضلة مكفوشة علي دفش من دكتور بيحسدني. نحنا كمان مسعوقين. بس دقيقة بس دقيقة خلوني أتصرف. رح نمشي هالأنسات بالأول لأنه ما بدنا جراية مليون. تفضلي يا حلوة، دوروا على فرقات تانية. لازم دكتور. أنا برأيي اللي عملتوه لحد هلأ بيكفي. شكرا كتير لألكن، عزبناكن معنا. يلا يلا، مع السلامة. مع السلامة. باي. أهلين حبيبتي، اشتقتلك. ايه بابلو، أنا برأيي أنت روح، يعني لأنه إذا دريوا أنه أنت ورا كل هالشي ما رح يحصل لك خير. فركة روح، لأنه ما بتعرف شو ممكن يساووا فيك. صبايا أنا بستأذن، لأنه بيقولوا يا محلى مين زار وخفف ويا محلى مين تعشى وتمشى. يعطيكم العافية، أنا مضطر إني روح. يلا يلا يا ستار، استودعناكم بخير وسلامة. لك شو هالمسخرة؟ لعمة هذا زلمة هاد. وأروح الحال بنات، هلا بنزل على الدرج واكيد رح اسبقهم. يلا حيدر الحقهم. حدا منكم ناوي يشرح؟ ايه عادي انا بشرح. ان الفضول يتدفق من تلك العيون. ببساطه هذا البارمان الضئيل في القيمه والحجم قام بتشويه بعض الحقائق الصغيره، فخدعنا بانه انتو جبتوا راقص من سهول افريقيا. ليش؟ لحتى تمارسوا فعل الرقص سويا، واحضر الراقصات لعنا بدوره. ليش؟ لحتى يثبت لكم انه نحن صغار قدامكم، ونحن ما كنا الا ضحايا ومغرر فينا ببساطه. مستوانا اعلى من هيك بكثير، بظن هالشي واضح قدامكم. نحن ضحايا اساسا، معقول ننزل لهالمستوى؟ مظلومين. تمام، ما دام طلعتوا مظلومين واكلين حالكم لترقصوا كل هالقد، يلا كلنا مع بعض نخلصها الليله عخي. طبعا يا سنجابتي، هلا هدوليك بنات وانتي بنت. اتفضلي يا حبيبتي. ما قصرتوا مع البنات والله. نشارك رفقاتنا كمان بالرقصه الجميله؟ منشاركن ايه، وهذا الموضوع بعدين بنحكي فيه. بلا ما نحكي فيه.